انتصاره الأول. أجواء ما قبل المباراة من الرياض مع ماجد ويجري ولقاء الهلال والاتحاد مع حيدر الوتاء. الواقع يقول أنه الهلال مولع والاتحاد رايح فيها. لا، الواقع يقول الاتحاد هو اللي مولع والهلال هو اللي رايح فيها. شلون؟ في إصابات بالهلال. أنت يعني قبل شوي سلمان الفرج استبعد من التشكيلة. الهلال آخر مباراتين ثلاث مباريات يعاني يعني بعض الأمور الفنية داخل الملعب. الهلال مولع نقطيا، لكن لو تسأل برضو جمهوره المستوى مو هو اللي مأمول ولا هو المستوى اللي يرضي طموحهم، هذا أولا. ثانيا قد يكون الاتحاد يحتاج الصدمة، مباراة كبيرة، الأجل أنه ما يلعب فقط على الجانب الفني، يلعب على الجانب النفسي، وهذا الأمر اللي معيق الاتحاد حاليا من خسارة لخسارة لتعثر. أنا أقول دائما مباريات الكلاسيكو ما تحتكم لأي فوارق، حتى لو كان الاتحاد في المركز الأخير والهلال على سلم الترتيب كمركز أول أو ثاني، إلا أنه ما تحتكم لأي فوارق فنية. لكن اليوم له كلمة الاتحاد، بيرجع الاتحاد دائما. أبو تركي، كلاسيكو ديربو ما فيها نتائج، ما فيها توقعات، غير ما حد يقدر يحددها. أبو تركي واي 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 الهلال ها واي الهلال واي اي 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 لاف والي لال واي لاف الهلال I am not joking. I am ask serious. Because my husband is a coach. Coach? Yeah. What's the name, coach? George Jesus. This is coach? Yeah. Alilal. Yeah. Your husband? Yeah. Okay. I want more question now. No. How's about speak about with the, my son? About, what you said about your father? What I said? Yeah. I didn't say anything. Why? Because we don't. I don't need to say anything. He speaks for himself. His job speaks for himself. Okay. Don't you think? Difficult match today. We will see. We will see. The coach same in the like that or no? No. In house, no. It's calm.